إذا إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظات كتفصلنا فقط بعض الدقائق القليلة من أجل استخراج الطفل ريان للسلطات أو فرق الإنقاذ اللي تتواجد في هذا المكان ليستعنوا بأنابيب اللي هي أكبر حجما من أجل استخراج الطفل ريان. بعد قليل إن شاء الله غادي يخرجوا الطفل ريان. هذه هي اللحظة اللي كيتسناوها جميع المغاربة. في الأثناء ما بقى والو، غادي نشوفو الطفل ريان غادي يخرج من هذا المكان هذا بعدما تمت الاستعانة بأنابيب أكبر حجما من اللي كان يعتمدوها قبل. الله يرحم والديك كلشي باريا الباريا كلشي كلشي الله يرحم والديك الله يرحم والديك الباريا كلشي الباريا راسك بارير لي من فضل حضرتك السلام يلا البارير الله يرحم والديك البارير الله يرحم زيد فين هو البارير؟ هذا هو كتبش انوايت. يعني هذو هما الانابيب اللي كانوا غادي يعتمدوهم في الاول، لكن تم استبدالهم بانابيب يعني اكبر حجما كما كتشوفوا معنا. نحاولوا اننا نقول لكم هذه الاجواء، هذه يعني ساعه الفرج قريبه باذن الله.
بغينا الدعوات ديالكم، دعواتكم إخواني. يعني هذه هي الأجواء، يعني في هذه اللحظات اللي الكل كيترقب فيها خروج الطفل ريان. يعني اليوم غالبا 100% يعني بعد لحظات قليلة غادي نشوفوا الخروج ديال الطفل ريان من هذا المكان. اللي كنتمنوا أنكم تدعيوا معاه، الدعوات ديالكم غادي يوقفوا مع الطفل هذا أنه يبقى صامد. توقف مع الناس تقول له أريد. شكرا الله يخليك. سير دور من الهيرة والله العظيم ومشي دار معاه أجي جيم الله يكون تجارس كاين شي خدمه ديال الانتاجات إذن هذو هما لي تكنيسيان اللي كانوا صاغرين على كل صغيرة وكبيرة وكل ما يخص الطفل ريان. لهاد الناس منسوش يبقاو صامدين، ويعني إن شاء الله غادي يكون خطوة الدراسات ديالهم أنهم أننا نلقاو الطفل ريان. يعني ما بقى والو تقريبا، بقات واحد حسب ما جانا من المعلومات واحد المتر تقريبا، لكن ما نستهنوش من هذا المتر هذا، لأنه أي يعني خطوة كيديروها كيتضرب لها ألف سبب. باش نحاولوا نقربوكم اكثر من يعني الحشود الجماهير اللي كاين في هذا المكان. يعني كاين كتلاحظوا معنا يعني دقائق معدودة تفصلنا فقط على رؤية الطفل ريان. الكل ينتظر، الكل
على ترقب. الحمد لله الدعوات ديالكم هي اللي وقف مع الناس ووقف مع العائلة ديالو، يعني طلبوا من الله يصبر العائلة ديالو على يعني هاد العذاب اللي عاشوه في هاد 4 أيام، ان شاء الله يتعوض هاد العذاب هذا بواحد الفرحة اللي غادي نشوفوها في المحيي ديال هاد الناس كاملين اللي حاضرين. اللحظة اللي غادي يخرجوا فيها الطفل ريان، واللحظة اللي كيتسناها الجميع، اللحظة اللي يعني يبكى عليها الجميع، اللحظة اللي كتسناها الأم ديال ريان بكل حرقة وبكل ألم، اللحظة اللي كيتسناها الأب وكذلك جميع الأمهات اللي يعني يعبروا على الحزن ديالهم والألم ديالهم اللي كيشاركوه مع هاد العائلة هذه، لأن ريان اليوم أصبح ابن كل عائلة مغربية، بل الصدى ديالو ديال هاد الواقعة وصل للعالمية، يعني ناس من مختلف الدول العربية عبروا على التضامن ديالهم وعلى الحزن ديالهم بخصوص هاد الواقعة ديال الطفل ريان. فبعد قليل سيتم استخراج الطفل ريان من البئر المشؤوم، المكان الذي عاش فيه ريان لمدة 4 أيام. إن شاء الله نشوفه حي يرزق. ضروري ما غادي يكون عليه يعني بعض التأثيرات أو بعض الجروح بحكم أنه يعني طاح في 32 متر، يعني ما سهلاش. تقريبا الناس اللي كيسولوا على شحال بقى اليوم المتر، حسب المعلومات اللي خدينا انه بقى تقريبا متر فقط، لكن الاخوان ما تستهنوش بهذا المتر هذا، لانه ابسط غلط ولو حتى في 10 سنتيم يقدر تسرب شي حاجه ونتدقوا يعني ضيعنا هذا الطفل هذا. لذلك اي خطوه كيتضرب لها 1000 حساب وحساب. الناس كلهم كيترقبوا يعني اللحظة اللي كيتسناها الجميع، هي يعني قريبة إن شاء الله يا رب. يعني لله الحمد أنهم يعني حاولوا يحفروا 32 أو 34 متر لحدود اللحظة، لأنه ريان عارفين أنه كيتواجد يعني في 32 متر.
حاولوا انهم يوقفوا الجرارات اللي وصلوا ل 32 يعني 32 متر، حاولوا انهم يوقفوا الجرارات وكملوا ديك 2 متر ب يعني باليد او باليات تقليديه من اجل الوصول للطفل ريان. يعني لسان هاد الناس يقول متى سنرى ريان، يعني كل واحد كيتسنى هاد اللحظة هادي، بغينا نشوفو الطفل ريان والكل يفرح وتدوم الفرحة ان شاء الله، يعني العالم كله غادي يفرح معانا. هذوما الانابيب اللي تم استبدالهم او تمدوش عليهم، الانابيب هذو اللي كانوا كان من المفروض انه تمدوا عليهم في الاول ديك 2 متر اللي غادي يحفروا، لكن حاولوا انهم يغيروهم انابيب اكبر حجما من هذو، يعني الشيء اللي غادي يخليهم ان حتى الطريقه باش غادي يحفروا غادي تكون اللي يديروا بحساب ديك الانابيب الكبيره اللي غادي يحاولوا يدخلوا داك المكان. يعني هاد الانابيب فقط الناس اللي كيسولوا، فالانابيب يعني فقط من اجل حمايه الناس اللي داخلين باش يجبدوا طفل ريان، يعني تحسبا لاي طارئ. يعني تقدر احنا كنعرفوا ان هاد التربه هذه دغيا كطيح، في اللحظات واحد الجزء من هاد التربه هذه يعني طاح، ولكن لله الحمد ربي كيحفظ. دعواتكم إخواني، بغيناكم تدعيو، مازال نحتاج الدعوات ديالكم. خرجوا دابا ها شكون يخرج دابا شي حد كيعيط وي. بين الدعوات ديالكم اخواني، يعني اللحظه اللي كيتسناها الجميع فهي قريبه. فين هو زرعي؟ اي شنو زرعي؟
الو ياسر فين اشوف واقع اشوف واقع مجدوش تكرر والله واقع مجدوش كبير كيف النورة هذا ما صورها لك ما صورتنا حيث واقع واقع صغير كذا وجوه كان يشوفوا الكاميرا دابا صافي تحيدات الكاميرا يلا خير دعواتكم دعواتكم ان شاء الله دعواتكم التعليمات كامله كاين انهم كلشي يرجع لنا Safir.
الله يحفظكم الغفير الذي يشوي وجهه في المنطقة. إذن مشاهدينا متشبعين قناة أشواق سنقوم بتغطية الحدث من جهة أخرى إن شاء الله.